نقوم بتقطيع شبة أصابع زينب إلى أطراف صغيرة أو أجزاء صغيرة. من بعد نحكو على المنطقة المصابة مع تكرار العملية 3 مرات في اليوم مع تجنب أشعة الشمس. عشبة اسمها أصبع زينب للقضاء على البهك دون رجعة. 3 أصابع زينب العلاجية أنها كتعالج مشاكل الجلد على رأسهم البهك الصدفية فطريات، كذلك الكزيما والتهاب الجلد والهربس. ومن فوائدها الأخرى أنها كتعالج الحروق والخدوش وتوقف النزيف وكتعالج أثر الكدمات. هذه العشبة السحرية اللي موجودة في المغرب وكتواجد في الأغراس والحدائق وكذلك الشواطئ المغربية منافع من ذهب. وأزيدك من الشعر بيتا أن هذه العشبة اللي اسمها أصبع زينب أو أصابع الست أو البوب أو الودينة أو سبع العلجة هي علاج فعال ألم الأسنان، يعني مهدئ وفي نفس الوقت كتوقف نزيف اللثة. وكذلك مجرب في علاج مشكل التالول، يعني التآليل ومسمار الكيف والحزاز. سبق لي وهدرت في مناسبات عديدة على أصبع زينب والكثير من التعليقات اللي كانت إيجابية بشأنها، والكثير من الناس اللي جربوها عطتهم نتائج رائعة. هاد العشبة السحرية أو المعجزة من أحسن الأعشاب اللي كاينين لعلاج أمراض الجلدية أو نبتة أصابع زينب، ولها أسماء أخرى منها أصابع العروس أو مخلب الساحرة جدا، وهي عشبة آمنة تماما، فهي تعالج مشاكل الجلد مثل البهاق والصدفية والإكزيما والالتهابات الجلدية وتحسن من تجدد الأنف. 90% من المشاهدين ديال المحتوى ديال قناتي ما دايرينش أبوني، يطلع لي هذا الفيديو يدير مشاركة ويفعل الجرس ليصلكم الجديد في كل ما يتعلق بالأعشاب والوصفات الطبيعية.